أكد المحلل السياسي المغربي سعيد إيدا حسن أنه لا يستبعد أن يلجأ المغرب إلى التعليق أو على الأقل خفض التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الأربعاء 29 سبتمبر 2021 إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الصحراوية المتنازع على سيادتها بين المغرب وجبهة البوليساريو الإنفصالية التي تدعمها الجزائر وتمولها. واعتبر المحلل السياسي المغربي المقيم في إسبانيا أن قرار المحكمة الأوروبية هو نوع من تسييس القضاء على المستوى الأوروبي بعد أن كان تسييس المنظومة القضائية يقتصر على بعض البلدان الأوروبية التي تجعل القضاء وسيلة لخدمة مصالحها العليا وليس أداة لتحقيق العدالة. وأكد إيدا حسن أن كل مؤشرات توحي بأن قرار المحكمة الأوروبية جاء كرد سياسي ألبس لبوسا قضائيا على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية على المناطق الصحراوية المتنازع عليها، مشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية التي تدعي صداقتها للمغرب ليس في مصلحتها البتة أن يجد النزاع حول الصحراء طريقه إلى الحل، لأنها تستعمل منذ عقود هذا النزاع كورقة ضغط لابتزاز دول المغرب العربي خاصة المغرب والجزائر. وأضاف المحلل السياسي قائلنا حل نزاع الصحراء الذي أصبح من أقدم النزاعات الدولية يقتضي من الاتحاد الأوروبي موقفا جريئا لدعم حلول مبتكرة ودراسة خيارات بديلة بعد استحالة تنظيم استفساء لتقرير المصير في المنطقة، حيث أن هذا الحل الذي طرح في الثمانينات القرن الماضي أصبح متجاوزا. نشكركم على حسن المتابعة.